ما هو مرض الصدفية؟ الصدفية هي اضطراب جلدي بيتسبب في تكاثر خلايا الجلد بمعدل 10 مرات أسرع من الطبيعي، وهذا بيؤدي لتراكم الجلد على شكل بقع حمراء خشنة بتكون مغطاة بقشور بيضاء أو فضية اللون. ممكن الصدفية تنمو في أي مكان في الجسم، لكن في العادة تظهر على فروة الرأس والمرفقين والركبتين أسفل الظهر. ما بتنتقلش الصدفية طبعا من شخص لآخر لأنها ليست مرضا معديا، لكن قد تظهر أحيانا في أفراد العائلة. الصدفية بتظهر عادة في بداية سن البلوغ بالنسبة لمعظم الحالات، فتظهر على مناطق قليلة فقط، لكن في الحالات الشديدة قد تغطي الصدفية أجزاء كبيرة من الجسم. طيب ما هي أعراض مرض الصدفية؟ هذه الأعراض بتختلف من شخص لآخر، وبتتضمن أهم العلامات والأعراض الشائعة لمرض الصدفية، إنه بيكون ممكن يكون في بقع حمراء من الجلد مغطاة بقشور فضية سميكة، بقع قشرية صغيرة تظهر بشكل شائع عند الأطفال، جلد جاف متشقق ممكن ينزف أو يسبب الحكة، مشاكل في أظافر اليدين والقدمين مثل تكسرها أو تلونها أو انفصالها عن الجلد، تورم وألم في المفاصل، وهذا يسمى بالتهاب المفاصل الصدفي. طب ما هي أسباب الإصابة بمرض الصدفية؟ ما فيش سبب دقيق لمرض الصدفية، لكن يعتقد بأن ظهوره مرتبط بالعديد من العوامل زي خلل في الجهاز المناعي اللي يسبب الالتهاب، مما طبعا بيؤدي إلى تكون خلايا جلدية جديدة بسرعة كبيرة. وبتشمل العوامل اللي ممكن تؤدي لظهور الصدفية إصابات الجلد مثل الجروح أو حروق الشمس الشديدة، العوامل الوراثية. في حال إصابة أحد أو كلا الأبوين بمرض الصدفية فهذا بيزيد من خطر الإصابة بالمرض عند الأبناء، الضغوطات النفسية، الطقس خصوصا البرد والجفاف، التدخين، عدوى بكتيرية، بعض الأدوية بما في ذلك أدوية ضغط الدم والدواء المضاد للملاريا. على الرغم من وجود علامات دوائية لمرضى الصدفية، إلا أنه الأعشاب والطرق الطبيعية طبعا أثبتت أنها بتخفف من أعراض الصدفية، فكيف ممكن علاج الصدفية بالأعشاب والطرق الطبيعية؟ أولا علاج الصدفية بالأعشاب. ممكن علاج الصدفية بالأعشاب اللي بتساعد في التخفيف من الأعراض المصاحبة للصدفية، منها أولا الألوفيرا. الألوفيرا هي واحدة من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعا على نطاق واسع لعلاج الأمراض الجلدية، فهي بتساعد في تغذية البشرة الجافة والشعر، بتهدئ، تعمل عملية تهدئة للحروق واللسعات، وطبعا تعتبر شفاء للجروح. عند وضع الألوفيرا على الجلد المصاب بالصدفية ممكن تكون فعالة في الحد من الإحمرار، وهذا بيخليها من إحدى طرق علاج الصدفية بالأعشاب. 2- زيت شجرة الشاي. بتم استخلاص زيت شجرة الشاي من أوراق شجرة الشاي الأسترالية، وعلى الرغم من أنه شديد السمية عند تناوله إلا أنه مفيد للاستخدامات الموضعية بما في ذلك علاج الصدفية. فلما نحطه على الجلد بيساعد زيت شجرة الشاي على أنه يخفف حجم الصدفية وبيمنع عدوى الأنسجة التالفة. 3- حليب الشوك. أفضل العلاجات المنزلية لعلاج الصدفية بالأعشاب هو تناول مكملات حليب الشوك، فهو بيحتوي على مستخلص سيلمارين اللي يتكون من مجموعة من مركبات الفلافونويد، وبتساهم هذه المركبات في الشفاء من تلف الكبد وتحسين وظائفه والمساعدة على إزالة السموم والحد من الالتهابات في جميع أنحاء الجسم. 4- الكركم. الكركمين يعد العنصر الفعال في الكركم، بقلل من الالتهاب في الجسم وممكن يساعد في التخفيف من نشاط الصدفية، وهذا بيجعله أحد طرق علاج الصدفية بالأعشاب. علاج الصدفية بالطرق الطبيعية. بالإضافة للي ذكرناه سابقا من علاج الصدفية بالأعشاب، ففي بعض الطرق الطبيعية اللي بتساعد أيضا في العلاج، منها أولا خل التفاح. خل التفاح هذا من أحد العلاجات الطبيعية الأكثر فاعلية في تخفيف الحكة المصاحبة للصدفية، وخاصة الصدفية فروة الرأس، لكن يوصى بتخفيف الخل وعدم استخدامه مركز، يعني ملعقة كبيرة في كوب من الماء، على الرغم من أنه غير مناسب للتطبيق على مناطق الجلد المجروح أو التشقق. 2- حمام الملح.
في حين أن الإفراط في التعرض للماء الساخن ممكن يؤدي بسهولة لتفاقم أعراض الصدفية، لكن أخذ الحمام الدافي مع إضافة الملح الإنجليزي أو ملح البحر الميت، هذا بيوفر راحة مؤقتة من الحكة والجفاف. أضف حوالي كوبين من الملح الإنجليزي أو ربع كوب من أملاح البحر الميت الأصلية لمياه الاستحمام الخاصة فيك، وانغمر فيه لمدة 15 دقيقة للمساعدة على إزالة القشور وتخفيف الحكة. حمام الشوفان، حمام الشوفان بيحتوي على الفيتامينات والمعادن زي السيلينيوم والمنغنيز والحديد، تعتبر مهمة جدا للتغذية وتضميد الجلد المتضرر. فاستعمال الشوفان مع الاستحمام هو طريقة أخرى فعالة لعلاج الصدفية والتخفيف من الحكة والإحمرار والتهاب الصدفية. 4. زيت السمك أو دهون أوميجا 3. مهم تناول الأطعمة اللي بتحتوي على زيت السمك أو دهون أوميجا 3، فهي ممكن أنها تقلل من الالتهاب وتخفف من حدة أمراض المناعة الذاتية. الأسماك الدهنية زي السلمون والمكرل والسردين والتونة من المصادر الممتازة للأوميجا 3. حاول أنك تدرجها في نظامك الغذائي من مرتين إلى 3 مرات كل أسبوع للحصول على أكبر فائدة لبشرتك. 5. أنشطة بتخفف من التوتر. فالتوتر يعني يعد سبب معروف لتفاقم الصدفية، وممكن يؤدي لإيجاد طرق لتخفيفه إلى منع التوهجات أو تقليل شدتها، ومنها التأمل، اليوغا، تمارين التنفس العميقة، أيضا العلاج العطري. 6. منع جفاف الجلد. استخدم جهاز ترطيب للحفاظ على رطوبة الهواء في منزلك أو مكتبك، فطبعا بيساعدك في منع جفاف الجلد. برضو مرطبات البشرة الحساسة مفيدة في الحفاظ على نضارة البشرة ومنع تشكيل اللويحات والقشور فيها. 7. تجنب العطور. معظم الصابون والعطور إلها أصباغ ومواد كيميائية أخرى ممكن تؤدي إلى تهيج جلدك وبتزيد التهاب الصدفية. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.